يمكن نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل على تطبيق شاهد وضرن. يوجد خل، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق شاهد، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شاهد. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم شاهد. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.